مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلاسيكو. حلقتنا اليوم متنوعه بفقرات الكثيره، فضيوفنا راح يكونوا معنا على الهواء مباشره. راح نحكي عن المنتخبات الوطنيه مع رئيس لجنه المنتخبات كابتن مروان خوري، راح نحكي عن الدوري السوري اكيد، راح نوقف شوي عند نادي تشرين. نادي تشرين جمهور، وجمهور تشرين غالي على قلبنا كثير، غير راضي عن النادي وعن الاداره كمان. راح يكون معنا اتصال مع رئيس النادي، بالاضافه الى يعني اعتراض العديد من الانديه دائما على التحكيم. راح يكون معنا سياده العقيد زكريا قناه لنحكي اكثر عن العديد من المباريات اللي صار فيها شوي لغط بالدوري السوري، بالاضافه للكلام عن الاتفاقيه اللي وقع سياده اللواء مع ابخازيا. لنشوف هالاتفاقيه شو بتفيد الرياضه السوريه. البدايه مثل ما قلنا دائما راح تكون بالاضافه طبعا مع الرياضة العالمية، مع عماد الأمير راح يكون معي، وتأهل تاريخي لمانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان بفرنسا بملعب حديقة الأمراء. البداية راح تكون من إعلان تشكيلة المنتخب. إعلان تشكيلة المنتخب، 26 لاعب راح يكونوا بالمنتخب، تم استدعائهم من أجل بطولة الصداقة في العراق، بالإضافة للمباراة الودية مع الإمارات. خلينا نقول التشكيلة مع بعض قبل ما يكون معنا على الهواء مباشرة مروان خوري رئيس لجنة المنتخبات. أحمد الصالح، عمر خريبين، عمر ميداني، مؤيد العجان، زاهر ميداني، حسين جويد، عمرو جنيات، يوسف قلفة، تامر حاج محمد، أحمد الأحمد، عمر السومة، فراس الخطيب، محمود المواس، جابرييل السومي، محمد عثمان، إياز عثمان، بالإضافة إلى 10 لاعبين محليين: إبراهيم عالمي، خالد إبراهيم، شعيب العلي، مازن العيس، أحمد مدنية، محمد الواكد، عبد الملك عنيزان، أحمد الأشقر، ومحمد المرمور، وماهر دعبو. قبل استدعاء اللاعبين 26 حاليا متواجد لاعبين: أحمد مدنية، عبد الملك عنيزان، محمد الواكد، إبراهيم عالمي، شعيب العلي، مازن العيس، خالد إبراهيم، محمد المرمور، ماهر دعبول، فراس الخطيب، عمرو ميداني، عمر خريبين، وتامر حاج محمد. هم متواجدين حاليا بالمعسكر اللي راح يبدأ. قبل إعلان تشكيلة المنتخب، تم إعلان تشكيلة المنتخب الإدارية والتدريبية اللي ضمت الكادر الإداري والفني مثل ما قلنا: رضوان الشيخ حسن مدير منتخب، إياد مندو مدير إداري، فجر إبراهيم المدير الفني، غسان معتو ورضوان الأبرش مساعدين مدربين، ماهر بالإدارة مدرب حراس، وإبراهيم سلامي إداري، رفيق المصري معالج فيزيائي، فايز وهبي منسق إعلامي، ومنهل برازي وحسان إبراهيم مسؤولين تجهيزات. إذن تغيير كامل بالمنتخب، إدارة جديدة، مدرب أكيد بنعتز فيه فجر إبراهيم. هلا صار معنا على الهواء مباشرة الكابتن مروان خوري مدير لجنة المنتخبات بالاتحاد السوري لكرة القدم. مساء الخير كابتن. الله يسعد مساك ومساء أخوي المستمعين جميعا. كابتن، البداية راح يكون دائما نحن بنحكي عن المنتخب الأول، منتخب الرجال، منتخب الرجال، تشكيل إدارة جديدة، كل الشارع الرياضي متفائل فيها خير، بالإضافة لوجود دورة صداقة راح خلينا نقول ترجع البسمة للشارع السوري من ناحية المنتخب، انتقاء اللاعبين بشكل كامل، يعني عم نشوف نحن خطوة إيجابية جدا جدا إيجابية بعد بطولة آسيا بالمنتخب الأول لسوريا. الحقيقه يعني نحن كيفت يعني بعد اللي صار معنا بكاس اسيا حبينا نغير شوي بجلد الفريق نسميه نحن، يعني الكادر التدريبي، الكادر الفني، استغنينا عن المدرب الالماني وعينا الكابتن فجر اللي استمر مع المنتخب الوطني. الحقيقه الكابتن فجر المدير الفني للمنتخب ما اثر نهائيا، عم يدور على المحافظات على مشاهده المباريات الدوري، ويعني استقطاب اكبر عدد ممكن من اللاعبين الدوري اللي يفيدوا بهالمرحله القادمه. الحقيقه نقى في 10 لاعبين يمكن راح يكونوا هن قوام المنتخب بدوري الصداقه، وعلى اساسها طبعا راح يكون المنتخب الوطني الاول. اكيد نحن تصفيات المونديالية القادمه، تصفيات اسيا قادمه، يعني على الابواب بعد دوره الصداقه راح نكون يعني قريبه جدا. الصيف بهالصيف بدنا نسحب القرعه ونبدا لعب. راح نشوف نحن كابتن انه رضوان الشيخ حسن افضل لاعب عربي ب 88 راح يكون مدير للمنتخب. الحقيقه نحن كانت رؤيتنا انه يكون مدير منتخب لاعب مثل رضوان الشيخ حسن، وحقيقه يعني معه جهاز فني كمان متكامل، جهاز اداري متكامل،
حتى بنشوف يعني اذا استعرضنا الاسماء الموجوده بالكادر التدريبي والكادر الاداري والكادر الاعلامي بنسميه نحن كله متكامل. يعني حبينا نحن كاتحاد نعمل خطوه جديده ومتفائلين نحن وياكم ان شاء الله والشارع الرياضي بالمنتخب الوطني. هاي دوره الصداقه راح تكون يعني هي ماكوره العمل بالنسبه للجهاز الجديد. وحب الكابتن فجر يعتمد على اكبر عدد ممكن من اللاعبين المحليين، يعني دائما 10 لاعبين محليين كابتن بالتشكيله. نعم 10 لاعبين محليين بالتشكيله. 10 لاعبين ممكن يكون في زياده طبعا مع الايام القادمه. نحن راح نعتمد بشكل كبير على اللاعب الجاهز، يعني الحقيقه نحن اللاعبين المحترفين اللي خارج البلد عم تنقصنا الرؤيه الحقيقه، اسمائهم الكبيره لكن ممكن ما عم يشاركوا مع انديتهم، ممكن يكون في عندهم اصابات، لذلك يعني حب الكابتن فجر ابراهيم يكون في قوام جيد من المنتخب الوطني من خلال لاعبي الدوري اللي موجودين حاليا في سوريا. وانا عم شوف اللاعبين موجودين، هي الحقيقه يعني مخيره اللاعبين اللي نقاهم الكابتن فجر. اكيد كابتن مروان، نقول ما لنا وما علينا، يعني الشارع الرياضي حاليا برضا تام عن اتحاد كره القدم بعد تعيين يعني اداره جديده للمنتخب، اللاعبين كل اللاعبين اللي بيحبون الشارع الرياضي كلهم موجودين، يعني في حالة تفاؤل بالمنتخب من جديد ولدت بعد بطولة آسيا. هذا حكينا عنه عن منتخب الرجال، ترفع لكم القبعة كاتحاد كرة قدم على الخطوة الجيدة والأكثر من رائعة، راح إن شاء الله نقطف ثمارة بدورة الصداقة. بدنا نروح للهم والاهتمام كمان، نحن منتخبنا الأولمبي يعني قبل 20 يوم 25 يوم من البطولة يتم إقالة المدرب حسين عفاش وإيكال المهمة لي مدربنا اللي بنعتز فيه بكل تأكيد صاحب المهمات الصعبة أيمن حكيم. هذا شيء شوي صعب كابتن. نحن الحقيقة الأستاذ مخلوف غايتنا نحن إسعاد الجماهير العاشقة السورية بنسميها، يعني كان داخل القطر وإن كان خارج القطر. الحقيقة الكابتن حسين عفاش يعني تأمل له عدد كبير من المباريات الودية. صحيح. وصل يعني أكثر من 10 مباريات أو 15 مباراة كانت ودية دولية بنسميها خارج القطر، وحتى داخل القطر لعب عدد من المباريات. لكن يعني ما بعرف يعني ارتأى الكابتن حسين انه يبتعد عن المنتخب، ما انا ما الحقيقه ما بصوره الابتعاد ليش ابتعد عن المنتخب، لكن المدرب الجديد يعني جديد وقديم الكابتن ايمن حكيم فيه الخير وفيه البركه. انا بدي اتشكر الكابتن حسين على المرحله الماضيه وان شاء الله بتمنى التوفيق للكابتن ايمن اللي هو طبعا خبير بالكره السوريه وخبير باللاعبين السوريين، انه يعني عملنا كمان قفزه نوعيه. بس الحقيقه نحن خلينا نكون واقعيين، يعني ظلمنا الكابتن ايمن، يعني ما تامل مباريات وديه قبل التصفيات حتى يوقف يعني على جميع اللاعبين، يشوف جميع اللاعبين، يشوف امكانيات اللاعبين، يحدد كل لاعب بمركز معين. لكن الكابتن ايمن ما بيخاف عليه، دائما هو رجل المهام الصعبه، وان شاء الله نحن ويانا يعني نتوفى ونعيد البسمه للجماهير السوريه المتعطشه. خلينا نقول كابتن مروان اتحاد كره القدم، لا يعني اتحاد كره القدم ما وقع بالخطا مرتين، كنا مع الالماني شتينجي مباراه تحضيريه ما كانت على المستوى، لمستوا هذا الشيء انتم بالمنتخب الاولمبي فاتخذتوا القرار قبل ما تبدا البطوله لتلافي شو ما فيكم من الاخطاء، لعل وعسى تكون النتيجه ايجابيه مع الكابتن ايمن حكيم. هاي خطوه ايجابيه يعني تعتبر لاتحاد كره القدم. نحن كاتحاد يعني والجماهير الكرويه العاشقه ما كانت ترضياني عن فتره التحضير، قلت لك يعني تحضر المنتخب بشكل جيد وتامل له عدد كبير من المباريات، يعني كان في تردد بالتشكيل، كان في تغيير بالتشكيل، ما في ثبات على التشكيل، كان في اصابات كثير عند اللاعبين، هي ارهاق الدوري، هي ارهاق يعني تكثيف المباريات بالدوري ممكن اثر على عمل المدرب، لكن انا بتصور يعني تامل عدد كبير من المباريات، يعني انا بقول يعطيه العافيه الكابتن حسين، بجوز ما توفق مع المنتخب، ونحن كان رؤيتنا انه نستجيب لقراره، هلا هو الكابتن حسين هو اللي طلب يعني انه ينعفى من المنتخب الاولمبي، نحن يعني قدرنا ظروفه وعافيناه. وكلفنا الكابتن ايمن اللي هو خبير بالكره السوريه مثل ما قلت لك. بكل تاكيد كل التوفيق للمنتخب الاولمبي بالتصفيات، قرغيزستان والكويت والاردن ب 22 و24 و26 هذا الشهر، كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي مع المدرب المحنك ايمن حكيم. بدي اتشكرك كابتن مروان لوجودك معي، كنا نتمنى نستضيفك بالاستديو ولكن حضرتك بحمص. ولا يهمك، اسمح لي بس انا اضيف شغله، يعني احنا كاتحاد كره ما عم نوفر اي جهد في سبيل يعني ارتقاء المنتخبات الوطنية. انا وجه تحيه شكر للاستاذ فادي الدباس الحقيقه اللي ما تعب مع المنتخب الوطني، بذل جهد كبير مع المنتخب. صحيح. الوطني حتى عم يبذل جهد كبير مع المنتخبات كلها. صحيح. وجه له تحيه شكر. انا بتمنى انه
يعني نحن يعني نتوفى بهالمرحله القادمه ان شاء الله. كل التحيه للاستاذ فادي دباس رئيس اتحاد كره القدم على الخطوات الايجابيه اللي اتخذها بعد بطولة آسيا لمختلف المنتخبات، وإن شاء الله تكون ثمار هالشيء نحصده ببطولة الصداقة وتصفيات آسيا الأولمبية. كان مثل ما قلنا الكابتن مروان الخوري رئيس لجنة المنتخبات، هيك بدنا نطوي أنا وأنتم صفحة المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. برجع بذكركم مرة ثانية، المنتخب الأول بده يلعب ببطولة الصداقة مع العراق ببطولة الصداقة التي تقام بالعراق، بالإضافة لمباراة ودية مع الإمارات. كمان راح يكون منتخبنا الأولمبي مشارك بتصفيات كأس آسيا بالكويت، لهيك بدنا نوقف الدوري، فالدوري موقف حتى تاريخ 5/4، الجولة 19 راح تقام من الدوري السوري. بدنا ننتقل فورا للدوري السوري أنا وياكم. كان في كثير مشاكل بهالجولة، يعني راح نشوف نحن اخترنا جمهور تشرين ليكون هو معنا بفقرة جمهور، الكاميرا بتحكي لحالها، جمهور بده يحكي. نحن كثير من الجماهير لما بنعمل معها لقاء بكون مجد مسلم معهم، أول كلمة بيقولوا لا تحذفوا، نحن ما راح نحذف أي كلمة من اللي قالها الجمهور، وراح يكون معنا بكل تأكيد رئيس نادي تشرين ليرد على جمهور تشرين العاشق اللي نحن بنحبه. قبل ما نبدأ بفقرة نادي تشرين خلونا نروح للدوري السوري ونتائجه بهالمرحلة. يلا البداية بمباراة تشرين والشرطة، المباراة انتهت بالتعادل بهدف لهدف، سجل لتشرين العقاد مع نهاية الشوط الأول، خالد عقلة مع نهاية الشوط الثاني. صار في كثير لغط من قبل الجمهور، رح نشوف بعد شوي الجمهور هو عم يحكي انه الحكم مدد شوي من الوقت، ولكن نحن كنا حضرين المباراة، الحكم كان منصف في هذه المباراة. 4 دقائق 6 دقائق 6 دقائق اجى الهدف، جمهور تشرين اعترض انه بعد الهدف فورا صفر الحكم. راح نشوف نحن مثل ما قال رئيس لجنة الحكام زكريا قناة، دائما الحكم هو بشر. مباراة ثانية الوثبة والاتحاد، الاتحاد عم يتغلب على الوثبة، الاتحاد العائد لهلا، ولكن نتيجته بكأس الاتحاد الآسيوي مع النجم البحريني ما بتسر خسران 2-1، تغلب على الوثبة بهدف محمد غباش. مباراة الساحل والنواعير مباراة جدا قوية، بدنا نوجه تحية للكابتن عمار الشمالي مع نادي الساحل، عم يقدم مباراة جيدة، سجل الساحل أبو عمشة ومحمد قلفة، سجل النواعير زاهر خليل وعبد الكريم. حضور جماهيري كبير، نحن شفنا بهالمباراة تقدم الساحل بهدفين دون رد، النواعير بيعدل. المباراة الأخيرة معنا اليوم حاطين مع جبلة، حاطين تغلب على جبلة 3 أهداف لهدف، خلينا نقول ديربي الساحل، ولكن كان في اعتراض من جماهير جبلة على القرارات التحكيمية بهالمباراة. سجل لحطين محمود الحمود، سامر سالم هدفين، سجل جبلي محمد.
بثلاث اهداف هدفين لسامر السالم. نتمنى له السلامه للكابتن سامر، انكسرت ايده بعد المباراه ولكن مو بالملعب بكل تاكيد. حاليا صار سياده العقيد زكريا قناه رئيس لجنه الحكام معنا على الهواء مباشره. مساء الخير سياده العقيد. مساء الخيرات، اهلا استاذ مخلوف. مساء الخيرات لك للمشاهدين والمستمعين. بدنا نقول ان شاء الله توصل بالسلامه، انت على طريق سفر يعني اتجاه دمشق، ان شاء الله توصلنا بالسلامه. كابتن، مباراة حطين وجبلي بالإضافة لمباراة تشرين والشرطة، كثير صار في حكي جماهيري عن هالمباراة. مباراة حطين وجبلي في ظلم لجبلي بالعديد من الكرات مثل ما قال، أنا عم بنقول لك صورة الجمهور شو قال. بالإضافة لمباراة تشرين، جمهور تشرين اعترض على الوقت البدل الضائع، بدل الضائع اللي أضافه الحكم على المباراة. الشرطة سجل الهدف، صافرة النهاية كانت موجودة. الكلام لإلك. صحيح. مساء الخير لك للمستمعين والمشاهدين استاذ مخلوف. الحمد لله الاسبوع هذا بتصوري كان من انظف الاسابيع تحكيميا. لم يكن هناك اي قرار مؤثر على نتيجه اي مباراه، والدليل لعبه تشرين والشرطه. الجمهور ظل مبسوط للدقيقه الاخيره، حكم المباراه اعطى 6 دقائق بدل ضائع. خلال الشوط الثاني استاذ مخلوف كان هناك 6 تبديلات، كل تبديل تعامل بنصف دقيقة. صحيح. فهي 3 دقائق فقط للتبديلات، غير توقفات المباريات والإصابات للاعبين. صحيح. فكانت 6 دقائق محقة 100%. نحن رجعنا اتفرجنا على الشريط مرة ثانية، كانت 6 دقائق محقة 100%، والهدف دخل بنهاية الدقيقة 94. لكن بس أوضح يعني لك اعتراض جمهور تشرين. جمهور تشرين قال الحكم وضع 4 دقائق وقت بدل ضائع، ولكن الهدف اجى بالدقيقه 5 من الوقت بدل ضائع. هي النقطه، حكم اعلن 6 دقائق والهدف دخل في الدقيقه 94 في الدقيقه الرابعه. الحكم اعلن 6 دقائق والهدف دخل في الدقيقه الرابعه للتصحيح بس استاذ مخلوف. اما بالنسبه لبقيه المباريات لم يكن هناك اي اعتراض على اي جبل وحطين، كان فيها العديد من الحالات كابتن. نعم، هناك حالات تستحق المشاهده ونحن شفناها وقرارات كانت سليمه، وراح تعرض بكره على التلفزيون ان شاء الله، بعد بكره على التلفزيون بيشوفوها المشاهدين ان شاء الله. بدي اتشكر وجودك معي سياده العقيد زكريا قناه رئيس لجنه الحكام، كل التوفيق. نحن باستطلاع الراي سياده العقيد بعد مباراه تشرين، كثير من جمهور تشرين قال الحكم ما ظلمنا، نحن ظلمنا حالنا. هلا بدنا نشوف بعد شوي على الهواء مباشره. بدي اتشكرك سياده العقيد، توصلنا بالسلامه يا رب. شكرا لك. شكرا استاذ مخلوف، شكرا. تحيه. بدنا نروح انا وانتم مشاهدينا لمباراه الهم والاهتمام، مباراه اخترناها لتكون مباراه الاسبوع، مباراه الشرطه مع تشرين. جمهور تشرين نحن بنعرف بسمه الملاعب السوريه بشكل كامل. جمهور تشرين غالي على قلوب كل مشجع رياضي سوري. منظر الجمهور بالملعب وين ما كان بفرفح القلب. بس مثل الملاعب نعرف نحن جمهور تشرين، ولكن كان غضبان كثير كثير كثير. خلينا نشوف لقاءات قبل المباراة وبعدها بنحكي. نحن عندنا 8 لعاب، انا فهمته للاعبين، كل لعبه نهائي كاس يعني بتاخذ 3 نقاط بتروح اللي بيبدل يضلوا 7، يعني عد تنازل هن، وان شاء الله الكل بيكون قد المسؤوليه، ونبارك لبعض بعد اللعبه ان شاء الله. اتمنى انا من فريقي انه يقدم مباراه جيده، وخصوصا انه النا سوابق بهذا الامر، احنا نلعب بجديه، نلعب بشرف بكل المباريات، سواء كان الموسم الماضي ضيعنا دوري على فريق الاتحاد، هذا كره قدم يعني. اتمنى من الكل انه يكون بهذه الطريقه. خلينا وان كان ترتيبه يعني بموقع غير مناسب يعني، ولكن ايضا نمتلك الاراده ونمتلك الطموح ونمتلك بعض القدرات يعني. انا لا استطيع مقارنه يعني قدرات فريقي بقدرات فريق تشرين كافراد، ولكن كحاله جماعيه اعتقد احنا قادرين نقدم مباراه جيده ايضا ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. هي كل مباراه نحن بنقول مفترق تراب، كل مباراه بنقول ان هي نهائي. نحن عندنا هلا 8 مباريات، كل مباراة بدنا نعدها 3 نقاط هي نهائي لحتى توصل للبطولة. متى
توقعاتي باذن الله اليوم الفريق لازم يغير الصوره اللي كان عليها باللعبتين الماضيين، لعبه الساحل ولعبه الوسبه. بتوقع الفريق يكون اليوم يلعب برجوله اكثر، يلعب للكنزه اكثر، يلعب بالروح اكثر. الفريق كان بس لازمه يعني كاسماء، ما في كاسماء، انا لازمه شوي دفعه معنويه ايجابيه لقدام لا اكثر ولا اقل. والله مو صعب على تشرين، يعني تشرين متصدر وجاي يعني بده ياخذها، ما في مجال. الشرطه هلا متوازن، صار له لعبتين ثلاثه عم يعيش حاله استقرار نوعا ما، فانه عم يقدم مباريات حلوه. تشرين انت يعني كل اللي عم يتابع الدوري بيعرف انه تشرين صار عنده تغيير اكثر مدرب بهالفترات الاخيره، هي حاله سلبيه تجاه الفريق، ما بظنها تكون حاله ايجابيه معه. ان شاء الله الفوز للشرطه. من 78 انا بسجل نادي الشرطه على ايام سهيل لطفي. هي كانت الاجواء قبل المباراه، بس ردود الافعال بعد المباراه كانت غير. يلا والله الدوري بايدين الحكام ما بايدين النادي. سبع دقائق قطع على شو؟ وين السبع الحمد لله رب العالمين. ضيعنا فرص، اجت عرضتين ثلاثه يعني بالمباراه، وكانت يعني المهم اخذنا نقطه يعني من هذا المتصدر يعني، ونحن عم يعني مهددين بالهبوط. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بنقطه وطلعنا بنقطه منها. الحمد لله رب العالمين. عم تشوف يعني مباراه منتهيه، الحكم مدد زياده عن الوقت العادي، وشايف الضغط انتهى. يعني الدوري اكيد ما خلص، ما بينحسم لاخر مباراه الدوري السوري. يعني اليوم خسران الوحده وكذا، دوري طويل كثير يعني، بس نحن عم نعاني من ضغط يعني الحكام. لاحظت انت يعني المباراه خالصه يعني، صح يعني زيادة يعني منتهى، ويقول أكلنا بالدقيقة الأخيرة. حرام يعني، حرام والله حرام. هاي ردود أفعال المدربين الإداريين بالناديين، ولكن جمهور هالحلقة هو جمهور تشرين. لنسمع جمهور تشرين شو بده وشو وجه رسائل للإدارة. جمهور تشرين بس يغضب مصيبة، خلنا نشوف. يلا والله الشوط الثاني ما الشوط الاول كانوا شادين والحمد لله جابوا جول، والشوط الثاني ما بعرف شو صار عليهم. يعني هن الهدوا المباراه للشرطه، هن الهدوا هديه للشرطه. من صغير النادي الاكبر واحد بالنادي حرامي، كل العالم حرامي، كل حرامي. هون بيشتروا لعيبه، بيقبضوا لعيبه، ولا لعيبه افي حدا لعبنا لك، ولكن ما في لعيبه بالملعب. افي ما حدا بيلعب لشرفه، ما حدا ما يلعب. هذا هو تشرين دائما من الذهاب لهلا. فريق الشوط الواحد بيلعب شوط اول شوط ثاني ضايعين، بالعكس فريق الشوط واحد يعني معلش ثلاث عضلات للشرطه بالاخير صفتهم طابه يعني حقه يعني لعيبه يعني الحق على المدرب يعني جهه الرياحاوي ثلاث فرص اربع فرص من جهته ما غطوا اللعبه. هذا هو فريقنا دائما، بس هيك فريق شوط واحد بس. الله يخليك، والله 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 ما ادران، سامحني اذا بتري اذا بتري. لا انا ليك هلا منفعل، انا صوتي ما بصير. اقول لك شو عم بصير، صار النادي لعبه قمار، لعبه قمار صار النادي. الشاطر بده يقبض من ورا نادي تشرين وبس. شو اذا الاتحاد صار بين الاربع الاوائل؟ الاتحاد كان اخر واحد، كل لسه الدوري بين ايديه. نحمد الله انه الطليعه اليوم خسر الوحده مع الطليعه. ها بجوز تشرين بالشوط الثاني ما لعب اليوم، بس نحن اليوم عندنا جيل ذهبي، ليش لحتى ما نصدره ويلعب باسيا؟ لا ما عندنا مشكلة. لا الحكم ما غلط، لا الحكم ما غلط، الحكم ما غلط. لا كمان في وقت اضافي، المشكلة انه انت دوري عم يترتب من قبل ما يبلش. في الوقت الاضافي كمان، الوقت الاضافي اي كل مباراة مبينة 45 دقيقة، اربعة الا اربعة بتخلص، ماكسيمون خمس دقائق لعبة، خمس دقائق اربعة وخمسة بتخلص اللعبة، اربعة وخمسة. سهل بالشوط الثاني شيء. لا اي فريق فايز النتيجه مستحقه. نحن عم نحافظ على نتيجتنا، معلش عم نحافظ على نتيجتنا. نحن هذا حقنا الطبيعي، لو دافعنا حقنا الطبيعي. اعمل لها الحكام من يوم ما بنحكي على الحكام صفر، يعني ما له علاقه بشيء اسمه حكام. بس معلش اذا بدك نحكي الحق، اداء فريقنا سيء جدا، صفر، لاعبي التعبانين، لياقه ما في، فرص ما في، بالاضافه لهالشيء، بالاضافه لسوء فريقنا،
ظلم الاتحاد الرياضي. هذا بالإضافة فريقنا صفر صفر صفقت إذا بتري قسما بالله. وبتمنى ما تقطش كلامه، بتمنى تحس، بتمنى تحس بالجمهور. صفقت عبد الرحمن بركات مشبوهة علنا، صفقت عبد الرحمن بركات مشبوهة. كل من حط ايده بصفقة عبد الرحمن بركات شارك ببيعة النادي قولا واحدا. بس انا بس بدي احكي كلمتين. حرام هيك جمهور لو بيفهم من لعبة الوسبي ما اجى معنا على الشام. انا هذا اللي بزعل عليه، انا ساكن بالشام ابن اللاذقية، بس عيب على الجمهور يجيبها قبل شهر تشرين، لانه حرام هيك جمهور يجي بعد جمهورنا تشرين. ابي يجيب لعبي باللاذقية الا من ورا جمهوره، بس ابي يجيب غير 1-0. عيب على هيك نادي بقى يلعب مصاري، ما يسرقوها الاداره. اللعيبه ظلمت حالها وظلمتنا. كبير كبير هيك لا لعب ولا اداء لا نتيجه لا لياقه ولا اي شيء. لعبه نحن كبينا، ما حدا كب غيرنا، لا اتحاد رياضي ولا شيء، نحن كبينا اللعبه. لعيبه ولا لك بوس معطو، بوس بالارض معطو، نحن كبينا اللعبه وبس. 90 دقيقه 90 دقيقه محافظ على اللعبه، 6 دقائق ما بعرف تحافظ عليها. لعيبه ما تمشي، لو زلم بكبونا البركات. بس مانو زلم هذا لاعب ثلاث طابات، فريق متصدر، فريق متصدر جاي يتصدر اليوم. سوانا الشرطة سوانا بزر بالملعب، بزر 4 طابات كبوا فريق مسخرة. لا اتحاد رياضي ولا إدارة نحكي كبير فرينا اللعبة. فرينا مسخرة، شو الاسم تشلع جنا. جمهور تشرين أكيد غالي على قلوبنا جميعا. صار معي على الهواء مباشرة علي نجيب رئيس نادي تشرين، مساء الخير. هلا كيفك علي؟ انا بدي اعتذر لكلام جمهور تشرين، ولكن حبيتك تسمع لي يكون الرد من خلالك. يعني جمهور تشرين بتعرف مدى، يعني خليني احط بين الهلالين هي الكلمه اللي بدي اقولها، مدى تعصب هالجمهور لهالنادي، فصاير شيء غير مريح ببيت تشرين الداخلي. فينا نعرف يعني الغير مريح شو هو؟ شو يعني؟ يعني مثلا احنا سمعنا 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 كل شيء سمعته من الجمهور، يعني كل شيء عم يقول مثلا في صفقة بركات مثلا ما نصح، في شيء عم يقول عم يبيعوا النادي، شيء عم يقول كلام سمعته اكيد بكلام جمهور النادي تشرين. يعني هذا حكي عاطفي، يعني بيع النادي شو اللي شو في النادي اللي بيبيعه؟ لا نسمع منك رد على جمهور تشرين. جمهورنا عاطفي مثل ما انا عاطفي كمان، يعني انا احنا اكيد كإدارة مقهورين اكثر من الجمهور، يعني ما لنا قاعدين عم نتفرج وما لنا زعلانين او احنا مبسوطين بانه نتعادل باخر دقيقه ولا شيء. بس هو المشكله انه الصراحه بسوريا كلها مهاجمين، يعني صحيح. في مهاجم يا مهاجمين بكل الدوري السوري، صحيح. وهدول بتعرف مربوطين بنادي الجيش او بنادي ثاني، يعني هدول صار لهم سنين بيلعبوا مع الجيش وكذا. فما اليوم خيارك كان الافضل اللي هو مهاجم منتخب سوريا الاولمبي، يعني احنا ما جايبين لاعب والله جايبينه من الطريق وقال له تعال العب بنادي تشرين، احنا جايبين مهاجم منتخب سوريا، يعني قلب هجوم منتخب سوريا جايبينه. فهذه الامكانيات الموجوده فالرد ما يعني ما في رد على الجمهور. جمهور غاضب، جمهور العاطفي صحيح والاخيره، يعني ما صح. هي صحيح. ونحن بناء على 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 جمهورنا اليوم انحلت ادارتنا، ونحن برا الخطه كلها، مع انه نحن متصدرين الدوري السوري كله، شباب وناشئين واشبال ورجال صحيح. يعني اليوم مثل ما قلت يعني كان في اجتماع، يعني كان في اجتماع استاذ يعني علي لو احكي لك اليوم نادي تشرين بس هي. اشرح لك نبذة عنه. تفضل. يعني انا جيت عليه هذيك السنه رئيس نادي لهلا، انا لعبان تقريبا 34 مباريات خسران منهم 3 لعب من هذيك السنه لهلا. عرفت انا متصدر السنه كلها من اول يوم بالدوري لليوم، اشبال ناشئين شباب رجال. وين الغلط اللي احنا مرتكبينه كاداره؟ انه يعني الغلط اللي مرتكبينه انه متصدرين، اذا هذا غلط ما بعرف. لا اكيد مو غلط، بس دائما نادي تشرين في نقاط سهله بيخسرها. خليني اقول شو مثلا نقاط سهله، يعني 6 نقاط بالساحل بارضك مثلا. يا حبيبي انت عم تلعب كره قدم، ما عم اكيد 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 بس انت احنا يا استاذ علي انت متصدر، راح تكون بطل دوري. ايه بطل دوري، بطل الدوري وغيري كمان مجهز وعم يلعب وعم ينافس، يعني ما في غيرنا نحن عم يجهز حاله. عندك 4-5 أندية من اكبر انديه سوريا كلها مجهزه حالها، مو بس احنا. انا عم بحكي بلسان الجمهور، يعني استاذ علي بدي اياك تفهمني برأي شخصي. انا برجع بقول لك الجمهور إلو كلمته، ولحنا كإدارة إلنا كلمتنا. تم استبدال عبد الله أرناؤوط بمصطفى خباز؟ ما فهمت.
تم استبدال عبد الله أرناؤوط بمصطفى خباز؟ لا لا، احنا كإدارة كلها انحلت من كلها، كإدارة كلها، وتم تعيين مصطفى خباز هيك اللي فهمته اليوم برئاسة نادي تشرين. فما هي المشكلة؟ يعني المشكلة احنا تشرينية قبل ما نكون بالإدارة، اللي احنا مع النادي ومع اي تفصيلة صغيرة وكبيرة فيه. اليوم احنا اللي واصلين له بنادي تشرين صار لنا تقريبا بحدود ال 20 سنه ما نواصل له بكل فئات، بكل تاكيد. الاستاذ علي نجيب رئيس نادي تشرين، مثل ما قلت السابق بدي اتشكر وجودك معي وكل التوفيق لنادي تشرين. حبيبي نادي حبيبي تشرين غالي على قلبنا اكيد، وجمهور تشرين ما بنتمنى يزعل، يعني فرح جمهور تشرين يعني فرح جماهير السوريه. الله يخليك حبيبي، شكرا كثير لتواجدك. شكرا مشاهدينا، على السريع قبل ما نروح للرياضة العالمية، الاتحاد الرياضي العام وقع اتفاقية مع أبخاسيا، اللواء موفق جمعة لنشوف راح يكون معنا على الخط مباشرة بعد قليل. الاتفاقية وقعت يوم أمس بمبنى الاتحاد الرياضي العام، راح يكون معنا اللواء مباشرة لنحكي أكثر بشكل سريع عن هالاتفاقية والفائدة المرجوة منها للرياضة السورية. أهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم وكل الأخوة المستمعين، أهلا وسهلا فيك. أكيد سيادة اللواء، البداية راح تكون بشكل سريع، الاتفاقية وقعت يوم أمس بمبنى الاتحاد الرياضي العام، شو هو الجانب الإيجابي خليني أقول، شو بتبشر مسؤولي الاتحادات والأندية عن هالاتفاقية وبنودها بشكل سريع؟ كنت أكيد يعني أي اتفاقية مع أي دولة بيكون هي لها جوانب لكلا الطرفين. نحن بالجانب السوري الحقيقة بعد أن تم توقيع اتفاقية عامة، جملة اتفاقيات بين الحكومة السورية والحكومة الأبخازية كان فيها جانب شباب الرياضة، نحن أول المبادرين بتوقيع اتفاقية منفصلة وفيها تبادل الخبرات، تبادل الفرق الرياضية، المشاركة في اي مشاركات ببطولات رسميه، اقامه معسكرات، استفاده من امكانيه امدادنا ببعض التجهيزات والادوات الخاصه بالالعاب الرياضيه. راح يكون اولها تجهيزات لرياضه المصارعه، سواء كان من بساط المصارعه او بعض الادوات والتجهيزات. مبدئيا راح متى تدخل حيز التنفيذ سياده اللواء؟ نعم، متى تدخل حيز التنفيذ؟ مباشرة من حي التنفيذ سيكون خلال شهر حزيران إن شاء الله. هناك لقاء بفريق كرة القدم، رح نشوف اتحاد كرة القدم أي فريق يكون جاهز للمشاركة خلال شهر حزيران بعد شهر رمضان المبارك، باحتفالية تقام بحضور رسمي وشعبي في جمهورية أبخازيا في مدينة سوخومي. بدي اتشكر وجودك معي سيادة اللواء، شكرا كثير لتواجدك معنا عبر الهاتف، نعرف انك بمشغول يعني بمكان خاص، بدي اتشكرك، شكرا كثير لك سيادة اللواء. شكرا. مثل ما بنعرف نحن جمهورنا هو زينة الملاعب، صار في جمهور يعني صار في اساءة للعملاق حارسنا ابراهيم عالمي بمباراة الوحدة مع الجيش، ولكن كان الرد بمباراة الوحدة والطليعة، جمهور الطليعة استقبل وهتف لابراهيم عالمي وصار يهتف له مشان يرقص من محبتهم خليني اقول يعني ابراهيم عالمي حالي. هذا الشيء اللي كنا عم نطالب فيه دائما، ويمكن بالحلقه الماضيه حكينا انه في رموز وفي ايقونات بالكره السوريه صحيح. لا يجب ان تتم الاساءه اليها. اكيد ابراهيم عالمي ابو الليث، لنشوف كيف استقبله جمهور الطليعه، ضل يهتف له لحتى اجى لعنده ورقص عنده
ثقافة الجمهور الحضاري أكيد موجودة بمدرجاتنا. كل تحية لك عماد، بدي أشكرك. مشاهدينا تحية لكم بكل تأكيد، ولكل الجماهير السورية اللي كانت موجودة بملاعبنا، وتحية كبيرة لأبو الليث الغالي، ما بنتمناك تزعل نهائيا. إبراهيم عالمي السد العالي، إلى اللقاء. أبو الليث هلأ، أبو الليث هلأ، شو شعوره؟ هاي ناس، هاي القوة اللي بتمتع فيها اللاعب. يا شباب أنا شخص مني، أنا شخص واحد منكم، أنا أخ لألكم أهلي، هني أهلكم وأهلكم أهلي، أنا كبرت فيكم وكل لاعب يكبر فيكم. أنتم